السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم راح نروحوا لتمرين 30. تمرين 30 وش يقول؟ طبعا صفحة 15 ولا لا نسيت ما كتبت لكمش الصفحة. دونك الصفحة 15 حتى هي مكتوبة مفروض من في الفيديو. وش يقول هذا التمرين؟ ان عدد طبيعي كيفي، هل الكسر ان على ان زائد واحد غير قابل للاختزال؟ علل. يعني هنايا راه يعني حوس على برهان، حوس على برهان. هنا واش نديرو؟ ان على ان زائد واحد شكون الكبير؟ لوجيكمون بما انهم اعداد طبيعيه، اذا ان زائد واحد اكبر من ان. واش راح نديرو؟ راح نديرو لهم القاسم المشترك الاكبر هكا. وهنا واش نديرو؟ نديرو لو اخ هنايا، برك نمحي هنايا لو ا، هنا لو بي، هنايا لو بي وهنا لو ا. دابا نورمالمون نكتبو مينيسكول، معليش. اذا هنايا ال ا تاعي هو ان زائد واحد والان هو البي. انا واش راح ندير؟ راح نقسم عادي، ندير قسمه العموديه اللي كنا نستعملوها بكري في الابتدائي. ان على ان زائد واحد واش تعطيني؟ تعطيني واحد، واحد في ان، ان والباقي كم؟ واحد. انا واش اللي يهمني؟ يهمني الباقي، اذا الباقي هو واحد صح. ومن بعدك الان يولي هنا والواحد يولي هنا، اذا ان تقسيم واحد. اي عدد كي نقسمه على واحد واش يعطيني؟ مش يعطيني العدد نفسه؟ ان في واحد هو ان، ان ناقص ان هو صفر، اذا الباقي هنا وشحال؟ صفر. اذا ما هو القاسم المشترك الاكبر؟ هو واحد. وحنا واش قلنا؟ قلنا اي عددين قاسمهما المشترك الوحيد والاكبر هو الواحد، هما عددين اوليان فيما بينهما. معناته هنا واش نفهم؟ نفهم باللي الان والان زائد واحد هما عباره عن عددين اوليان فيما بينهما. وحنا على بالنا باللي عددين اوليان فيما بينهما كي يكونوا في كسر، واحد فيهم في البسط واحد فيهم في المقام، واش معناتها؟ معناتها هذان او هذا الكسر غير قابل للاختزال. اذا انا عندي ان على ان زائد واحد، وانا على بالي باللي هذا ومع هذا قاسمهم مشترك الاكبر وشنو هو؟ هو الواحد. واش معناتها؟ معناتها هذا العدد وهذا العدد هما اوليان فيما بينهما، ولما يكون عندي كسر في عددين اوليان فيما بينهما نقول عن هذا الكسر انه غير قابل للاختزال. اذا فعلا هذا الكسر، هذا الكسر غير قابل للاختزال. فوالا، والتعليل انا درناه، التعليل هو هذيك الجدول اللي درته تاع ايجاد القاسم المشترك الاكبر، ولقيت فعلا ان القاسم المشترك الاكبر بين ان وان زائد واحد هو واحد. هذاك هو التعليل، هذاك هو البرهان. يعني لازم ديروه، ما تكتبوش الاستاذ تاعكم في الحل تاع التمرين، ولا مثلا اذا جاكم نوع من هذا السؤال في الفرض او الاختبار ما تكتبلوش فعلا هذا الكسر غير قابل للاختزال، لازم تشرح له بيان واش راك دير. نروحوا الان للتمرين 31. تمرين 31 يشبه له بزاف، لكن فيه فكرة جديدة. واش يقول التمرين 31؟ يقول لك هل الكسر 35، هل الكسر 35 ان زائد 7، هل الكسر 35 ان زائد 7 على 55 ان زائد 11 هل هو اولي او هل هو هل غير قابل للاختزال؟ غير قابل للاختزال يعني هل العددين هذان فيما بينهما اوليان ام لا؟ حنا دوكا لازم نعرفوا صح. هنا الفكرة مختلفة على الفكرة تاع التمرين السابق. هنا واش عندي انايا؟ عندي 35 ان زائد 7، وهنا عندي 55 ان زائد 11 صح. انا بتحليلي المنطقي او بذكائي المتواضع كأي تلميذ عنده ذكائه يشوف باللي 35 نقدر نكتبها على هذا الشكل، خمسة في سبعة، هذو زوج كامل مضروبين في ان زائد 7، ونقدر نكتب 55 على شكل 11 في خمسة
ان زائد سبعة. صح. بمعنى آخر وش ولات عندي؟ ولات عندي سبعة عامل مشترك وين؟ في البسط. إذا إن خرجت هنايا سبعة عامل مشترك يبقى لي في الحد الأول، يبقى لي هنايا خمسة خرجت عامل مشترك، تبقى لي سبعة عفوا خرجت عامل مشترك، تبقى لي خمسة آن. والجهة الثانية من الجمع إلى خرجت منها سبعة وش يبقى؟ مش يبقى لي واحد، إذا زائد واحد. هذه بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للبسط. المقام وش راح ندير؟ عفوا هنا خطأ برك. زائد 11، هنا ماشي زائد 7، زائد 11 عفوا. هنا عندي نخرج ال 11 عامل مشترك، واش تبقى لي؟ تبقى لي 5 ان في الطرف الاول من المجموع، وتبقى لي 1 في الطرف الثاني. علاه؟ لانه 11 في 1 11. إذا احنا باش نتأكدوا واش نديروا؟ نديروا النشر، لقينا في سنة ثلاثة متوسط، سبعة في خمسة كم؟ 35، 35 آن، سبعة في واحد، سبعة. نروحوا نتأكدوا في الجهة الثانية، 11 في خمسة آن، 55 آن، 11 في واحد، 11. جيد، علاه كاع هذا الشيء؟ حبيت نخرج في واحد الفكرة، أو حبيت نخرج في واحد العبارة، العبارة هي اللي راح تفهمني. أنا قريت في سنة ثانية متوسط، أو في سنة ثالثة متوسط، أنه كيعود عندي ضرب، يعود عندي ضرب، نشوفوا في هذا الضرب عليكم بلي علامات الضرب ما نكتبوهاش بين عدد وقوس، وبعد الضرب هذا عندي عبارة متكررة في البسط والمقام. احنا قرينا قلنا بلي كيعود عندي هذه الحالة، طبعا في حالة الضربة مش في حالة الجمع، في حالة الضرب كيعود عندي عبارة متكررة في البسط ومتكرر نفسها في المقام، وش يصرى لهم؟ يذهبان مع بعض، نقوم بنزعهما. علاه؟ لانه هذه التقسيم هذه تساوي واحد، والواحد ضرب أي عدد هو العدد نفسه. إذا نحيت أنا العبارة 5 ن زائد 1 من فوق من البسط، وزدت نحيتها من المقام، وش يبقى لي؟ تبقى لي 7 على 11. إذا حنايا في الحقيقة، في الحقيقة هذا الكسر 35 ن زائد 7 هذايا في الحقيقة كي حللناه وفصلناه، وش لقيناه؟ لقيناه في الأخير هو 7 على 11. بكل بساطة، إذا أنا كي ولا عندي الكسر في الأخير هو 7 على 11، أنا أعلم علم اليقين أنه 7 و 11 ما بينهمش قاسم مشترك من غير الواحد، بلا ما نحسب، على بال أنه 7 عدد أولي و 11 عدد أولي، وعددان أوليان عندما يلتقيان لا يوجد بينهما قوس مشتركة من غير الواحد طبعا. إذا أنا كي خرجت في قاسم، عفوا كي خرجت في كسر بسطه 7 ومقامه 11، إذا منطقيا هذا الكسر هو غير قابل للاختزال. لماذا؟ لأن بسطه ومقامه أوليان فيما بينهما، هما أصلا في حد ذاتهم أوليان. إذا هل الكسر هذا غير قابل للاختزال؟ نعم نعم، الكسر 35 ان زائد 7 على 55 ان زائد 11، نعم هو كسر غير قابل للاختزال من اجل كل الاعداد الطبيعيه الموجوده. علل التعليل هو هذا الشرح، هذا اللي كتبته، تحب تكتب شرحي يعني تكتبوا كتابه لغويه كتابه املائيه باش تزيد تشرح للاستاذ تاعك. هذه كانت بالنسبه للتمرين 31.